لن يذهب، فطيفه اليوم يبنتي باسم العراق، ورايته العراق، وسلاحه فداء للوطن. ومعك 11 نجما في سماء البلاد، لب النداء لها بطريق أولها شهيد وآخرها شهيد. وهذا الشهيد ابن شهيد، وابن ابن شهيد، جده شهيد، وعمه شهيد، وخاله شهيد، مخضبة دماؤهم باسم الوطن. وللأسود في الميدان صوت لا يموت، لكن رحل الجسد، فكان درغام القريطي شهيدا في الكفن، لكنه حي حتى آخر رصاصة في المواجهة. والدرغام أسد، والأسد لا يموت، باق حتى ينتصر الحق ويهزم الباطل. هذا عهد الأوفياء، وهنا تستقبل القلوب بحرقة دم، لكن بفخر وكرامة شهداء الوطن. وديالا ليست أول الحكاية أو آخرها، فالنصر الذي لاح في السماء عرفه العالم بزنود هؤلاء وبزنودهم يثأرون للشهداء ولأرض الشهداء، وبسلاحهم لا يأبهون تهديدا، فعلى الأرض هنا النتيجة. وفي ساحة المعركة قالوا للعالم أجمع إن هنا جيشا اسمه جيش العراق، والبقية تأتي من معاني البطولة. يدخل وزير الدفاع لزيارة البواسل، فيكون الرد حليف الأقوياء على المحن. وعلى الرغم من لقطة غدر نفذها الإرهاب الداعشي، إلا أن 11 شهيدا قالوا للإرهاب إن العراق واحد والصف واحد، والبقاء للشعب وللأرض وللروح العراقية الواحدة. جهاز مكافحة الإرهاب بقيادة الساعدي، والقوات المسلحة بقيادة مصطفى الكاظمي، والأبطال في الميدان، وجميع الصف العراقي القادر على إلحاق الهزيمة بالعدو، جميعهم في خندق العراق المنتصر. أما جيش البطولات فقد قال كلمته ونطق، نطق: عاش العراق، عاش العراق، عاش العراق، عاش الجيش.